السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، أهلا بكم أحبائي ومتابعيني الكرام. هنتكلم النهاردة على حاجة مهمة جدا، لازم تجمعوا دلوقتي وتركزوا قوي، إن احنا نتكلم إزاي أي صورة تتحول من شكل مصمت اللي هو 2D اللي هو الفلات زي اللي انتم شايفينها كده لوحة إلى شكل مجسم، أو من 2D إلى 3D. بداية عشان نتكلم ونقول ان احنا عايزين نرسم لوحه زيتيه ونبدا نرسمها، مهم جدا ان احنا نعرف نستخدم القلم الرصاص بتاعنا. القلم الرصاص طبعا نحاول بقدر الامكان ما يكونش بالشكل ده، السن ما يبقاش كده، يبقى السن طويل بالشكل ده، يعني بالمشرط، ونبدا نشيل الخشب نفسه اللي موجود لغايه ما نخلي السن طويل بالشكل ده. شايفين الشكل بتاعه؟ ايه الفايده بتاع ده؟ لما اجي ابدا ارسم ما يبقاش خطوط، لو عايز اعمل ظلال اقدر اعمل ظلال بالجزء الطويل اللي موجود في سن القلم الرصاص. طب ايه فايده ده وانا بتكلم على الالوان الزيتيه؟ بقول ده لان انا هبدا ارسم اللوحه بتاعتي على لوحه بيضه، لازم ارسمها الاول بالقلم الفحم او بالقلم الالوان اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، البني. وده مهم جدا ان احنا نبدا نرسم الخطوط الرئيسيه للوحه، بعد كده ندي لها اماكن الظلال واماكن الاضاءه، ومن اماكن الظلال والاضاءه هيبقى الشكل مجسم قدامنا ونعرف شكل يعني حي هيبان فيه التفاصيل. لو عندك برضو قطعه قطن او سلكه ودان زي كده، ونحتاج برضو ممحاه زي كده عشان اماكن الاضاءه. هنتعلم النهارده جزئيه مهمه جدا، ازاي نحول اي حاجه من فلات او من 2D الى 3D، وده مهم جدا اللي هو رسم الحاجات او نعمل اوتلاين لاي صوره. مبدئيا الضوء والظل ده اهم حاجه في الرسم بتاعنا. الضوء والظل حاجه اساسيه جدا عشان ابين جماليات الاشياء. تعالوا نشوف مجسم زي ده كده، ده مجسم قدامكم. هتلاحظوا ان المجسم ده عشان الاضاءه ساقطه من الاتجاه المقابل اللي هو الاتجاه ده، فخلى المنطقه اللي فوق دي هي المضيئه، والمنطقة المقابلة للضوء دايما هي المعتمة، وجزء تاني من المجسم واخد إضاءة خفيفة، وتلاقي الظل في نفس اتجاه الضوء. الضوء ساقط كده، الظل هتلاقيه في نفس الاتجاه برضو ماشي. ده نموذج بسيط لشكل المجسم والإضاءة لما تسقط تبين ملامح المجسم. طب لو رسمنا مجسم بدون ما يكون فيه ضوء وظل والشادو اللي على الأرض ده، هيبان كأنه جسم عادي خالص، كأنك رسم حاجة 2D ملهاش أي معنى. هنبدأ نرسم بعض الحاجات البسيطة في الأول، ونتعلم بناء على الحاجات البسيطة دي إزاي نعمل الظلال للحاجات دي. مبدئياً عشان نمسك القلم، مسكة القلم ما بتبقاش بالشكل ده. لما نمسك القلم كده هتبقى الخطوط بتاعتنا حادة وجافة جداً. يعني تعال نشوف كده شكل الخطوط اللي أنا بقولك عليها الحادة والجافة. يعني لو أنا عملت الخط بالشكل ده وعايز اعمل ظلال، هتلاقي الخطوط حاجه تقيله وحاجه خفيفه، ولكن مسكه القلم الصح بتبقى بالشكل ده. اي قلم رصاص عشان هرسم بيه لازم مسكته تبقى كده، بسيب حوالي 2.5 سم من قدام، وده هو المسكه الرئيسيه بتاعت القلم عشان اعمل ظلال. تعالوا شوفوا، ابدا كده واتحرك واحده واحده، هتلاقي الظلال كلها متناسقه وزي بعض ومفيش مشكله خالص. تعالوا شوفوا الشكل، الظلال بقت كلها نفس الدرجة، مفيش فيها خطوط باينة زي دي. فلما اجي امسك القلم رصاص في الرسم بيبقى بالشكل ده، وابدأ ارسم الاشكال اللي انا محتاج ارسمها. بداية هنرسم شكل ونحاول نعمل الضوء والظل بتاعه عشان يبان الفنيات اللي انا بتكلم فيها. مبدئيا محتاج ارسم دايرة مثلا، خلينا نرسم دايرة. شكل الدايرة، طبعا شكل الدايرة ممكن ترسمها بأكتر من طريقة، ولكن أنت اليد طالما عملت بالشكل ده وماسك القلم كده هتقدر تلف وتجيب شكل دايرة جيد جدا، مجرد إن إيدك ماشية على الأرضية. طالما إيدك بالشكل ده هتقدر ترسم الدايرة بشكل واضح وكويس جدا. طيب ده السطح بتاعنا. الإضاءة بتاعتنا لو ساقطة هنقول إن الإضاءة بتاعتي جاية من الاتجاه ده، يعني هنحدد إن المكان ده هيكون مكان الضوء.
يعني الضوء ساقط من هنا، يبقى المفروض لو دي جسم مجسم او دايره مجسمه اللي هي الكوره يعني، هتبقى الاضاءه ساقطه في اكتر مكان المنطقه دي، يبقى المنطقه دي هي دي المنطقه اللي هيبقى سقوط الضوء فيها عالي. طيب ايه المطلوب عشان اخلي الكوره اللي شكلها فلات قدامي دلوقتي، يعني انا لو فكرت حتى اظلل الكوره دي، تعالوا نظللها كده، هتلاقي شكلها فلات ومفيش فيها اي تقسيم خالص. يعني ركز معايا، طبعا ده لايف، فممكن لو حابين تبعتوا لي تعليقات او عايزين تقولوا اي حاجه، تستفسروا على حاجه، نقدر نرد على طول في الوقت الحالي مباشره. شوف دلوقتي انا رسمت دايره او كوره عشان اخليها شكل كروي، نشيل بس المعدات اللي احنا بنشتغل بيها ونبص مع بعض. شوف منظرها فلات خالص، مفيش فيها اي تقسيم ولا كانها بارزه من على الورقه، وده مصدر الضوء زي ما اتفقنا، الضوء ساقط من الجنب ده، فزي ما قلنا الضوء ساقط من هنا، يبقى معناها الاضاءه هتكون اكتر نقطه المنطقه اللي في الاول دي. طيب ازاي نجسم الكوره دي او نخليها خارجه من الايه، من الورقه، يعني هيكون لها شكل 3D، يعني الشكل بتاعنا هنسيبه كده ان ده الشكل اللي احنا عملناه فلات او مسطح، ده الفلات او المسطح، وعايزين بدل ما هو فلات زي كده محتاجين ان احنا نحول الفلات ده لانه يبقى مجسم. تعالوا نشوف جنبه دايرة تانية ونحاول نعملها مجسمة. ياريت لو معكم قلم زي كده نبدأ نعمل مع بعض عشان يبقى ده تدريب عملي ونستفيد من الوقت مع بعض. هنرسم دايرة تانية، هنرسم دايرة، رسمنا الدايرة زي ما قلنا كده، ده شكل من الأشكال اللي هنستخدمها، الدايرة، وزي ما اتفقنا إن الإضاءة بتاعتنا ساقطة من الجنب ده، الإضاءة بتاعتنا ساقطة من الجنب ده، يبقى ده أكتر مكان هينزل فيه الضوء. تمام اتفقنا. المكان اللي هينزل منه الضوء على طول المقابل بتاعه هيكون فيه ظل، يعني المكان الباقي ده هيبقى ظل، اللي هو الجزء ده. إذا الضوء ساقط من هنا يبقى ده ظل، لو كان الضوء ساقط من العكس يبقى الظل المنطقة المقابلة. طيب والأرض، نعمل ظلال على الأرض مشكلة مشابهة لشكل الكورة، يعني الكورة طالما في كورة يبقى برضو الظل اللي على الأرض هيبقى شكل الكورة. طيب طوله قد إيه، بعده قد إيه، هقول لكم الطريقة دلوقتي. لو ساقط إضاءة من هنا، هنمشي خط كده كأن ده الضوء، ونمشي خط من هنا برضو لو ضوء جاي مماس للجسم، يعني الإضاءة ساقطة من الجنب ده وساقطة من الجنب ده، يبقى المنطقة اللي بينهم دي ده الظل. هنعمل شكل بيضاوي هنا، الشكل البيضاوي ده هو ده الظلال اللي هتبقى موجودة بتاعة الكورة. تعال نكمل بقية التقسيم ونشوف الشكل هيكون عامل ازاي. زي ما اتفقنا المنطقة دي هتبقى أكتر منطقة ظلال، ودي أكتر منطقة فيها إضاءة، وبعدين السطح اللي تحت بيعكس على الكورة إضاءة برضو، يعني الضوء لما يسقط على السطح الكورة ما بتبقاش كلها معتمة، لازم المنطقة اللي تحت دي بينعكس، هتلاقي الإضاءة ساقطة كده أهي زي ما انتوا شايفين كده، وترجع تاني تنعكس على الجسم، وبرضه لما تيجي كده الإضاءة هترجع تنعكس تاني على الجسم، فلازم الجزء اللي تحت من الكورة يكون جزء مضاء، يعني الكورة ما بتبقاش منطقة الظل كلها ظل، لا بيبقى فيها جزء مضاء. تعالوا نكمل الظلال بتاعتنا ونشوف النتيجة تبقى شكلها ايه. زي ما اتفقنا مسكة القلم اهي، ونستمر بالطريقة دي. الإضاءة اللي ساقطة اللي راجعة من هنا ساقط ضوء والسطح اترد منه ضوء يرجع على الجسم، فالمنطقة دي تبقى فيها ظل أخف من الباقي. شوف كده اهو الظل اهي، أعلى حتة في الظل المنطقة دي. وهنا هيبدأ الظل يقل، كل ما نقرب من منطقة الضوء الظل يقل،
الظل يقل لغاية ما يبقى عندنا منطقة اللي فيها الإضاءة واضحة جدا. طيب منطقة الظل، المنطقة الملاصقة لأي جسم اللي في الأول دي أكتر مكان يبقى ساقط عليه الظل، يعني المنطقة دي أكتر حاجة يبقى نازل عليها ظل. وكل ما نبعد عن الكورة كل ما الظل يبقى خفيف. يعني شايفين تحت الكورة هتلاقوا الظل أسود جدا، تمام أهو، وبعدين يبدأ يخف يخف كل ما نبعد عن الكورة، أهو يخف يخف لغاية ما يبقى أثر للظل. نفس الحكاية الكورة برضو، المنطقة اللي احنا قلنا عليها هنا اللي هي من أول النقطة دي لغاية النقطة اللي متقابل فيها الضوء، النقطة دي أكتر منطقتين فيهم ظلال، يعني هنا وهنا أكتر منطقتين هتلاقيهم غامقين جدا في الكورة، والباقي ظلال خفيف أخف من المنطقة دي والمنطقة دي اللي هي المنطقة اللي بيتقابل فيها الضوء ساقط على الجسم. طيب نكمل ونشوف تقسيمة الكورة هتبقى شكلها إيه. أتمنى يكون الناس اللي موجودة معانا على اللايف يكون عندها أسئلة ونقدر نرد على أسئلتهم عشان يستفيدوا ونستفيد. طبعاً الكورة عشان لفة فيها انحناء كده، من يعني الكرة بتلف كده يعني، فالجزء اللي ورا ده بيبقى مظلم برضو، يعني ما بتبقاش الكرة 100% إضاءة ساقطة في الجنب ده. فنجيب مثلا قطعة قطن كده ونسيح الألوان مع بعض، شوفوا نسيح اللون كده مع بعض عشان نشوف التأثير اللي احنا عملناه حلو ولا لا. شايفين المنطقة دي أكتر غمقان من المنطقة اللي فيها إضاءة كده، وبعدين منطقة الظل القوية دي، وهنا برضو نفس الحكاية الظلال بتقل واحدة واحدة لغاية ما نوصل للجزء اللي ورا ده أهو. أكتر منطقة فيها ظل هي المنطقة دي، المنطقة اللي هنا. لغاية ما نوصل للمنطقة القوية اللي فيها الإضاءة في المنطقة قوية جدا اللي هنا. طيب والظلال برضو قلنا المنطقة المقاربة للمجسم أو الشكل اللي احنا عايزين نعمله هو ده اللي بيبقى دايما مظلم جدا أو أكتر مكان دارك قوي، والباقي ده اللي هو كل ما نبعد بيخف الظل بتاعه. شايفين الظل بيخف كل ما نبعد، اتفقنا؟ تمام كده. يبقى أنا عندي دلوقتي الكورة دي كانت فلات، ودي الكورة المجسمة. الكورة المجسمة دي الإضاءة الكتيرة نازلة في المنطقة دي، اتفقنا؟ أهي في المنطقة اللي هنا، وبرضو الأطراف اللي هنا دي بتبقى انعكاس، أهي انعكاس للإضاءة اللي طالعة من على الأرض. لو الجسم اللي تحت معتم هتبقى الانعكاس خفيف، يعني انعكاس اقل. صوتي واضح؟ يا ريت اللي على الصوت واضح عشان ما نبقاش بنتكلم، وهل الصوره واضحه وكويسه ولا فيها حاجه. يبقى انا دلوقتي ده بالنسبه للايه، للاشكال المجسمه. طيب اكتر مكان اتفقنا عليه في الظلال اهو المكان ده، ويفضل ماشي لغايه ما ينزل هنا النقطه دي للنقطه دي وهكذا. يبقى دي مهم قوي نعرف ان مفيش جسم يبقى كله معتم او كله مضاء، لازم في التدرج ده. التدرج ده اللي بيديله القوه ويديله الشكل ان هو طبيعي. شايفين الكوره بسبب تأثير الإضاءة اللي ساقطة من هنا
واتفقنا ان الاضاءة بتنعكس من على الارض فبتعمل انعكاس هنا برضو، وبرضو هتنعكس هنا فتعمل اضاءة هنا. يعني هنلاقي اضاءة خفيفة جاية هنا من السطح لان السطح ده ممكن يكون ابيض، وهنلاقي اضاءة خفيفة جاية هنا برضو لان السطح ده ممكن يكون ابيض. شايفينه؟ تقسيمة. والجزء اللي تحت الاضاءة اللي موجودة تحت اهي، ده السطح مثلا اهي، لو احنا عملنا سطح مستقيم عشان ما يبقاش فيه اي زيادات كده. الشكل بالنسبة للشكل الكروي ده التقسيمة بتاعته. طيب استفدنا ايه في الكلام ده؟ لما اجي ارسم مثلا عين، ارسم مناخير، ارسم اي حاجة، الحاجة دي لازم تكون مجسمة، ليها جسم قوي وواضح من الضوء والظل، وبالتالي هيخلي الصورة غنية جدا، يعني الصورة هيكون فيها عمق. وده المطلوب، ان انا لما ارسم ارسم حاجات ليها عمق. طبعا المنطقة دي اللي هي اللقاء ما بين الضوء والظل اهو، مهم قوي ان احنا نهتم بالنقطة دي اهو. اكتر منطقة دارك جدا اهي اللي تحت دي، عشان دي اللي بتتقابل ما بين الاضاءة اللي هنا في الكورة وما بين الظلال اللي موجودة تحت. وزي ما اتفقنا شوفوا الظلال بتقل في الاخر، كل ما ابعد عن الكورة، كل ما نبعد عن الكورة هتلاقي الظلال بتقل خالص وبتبقى خفيفة لغاية ما تتلاشى تماما. خلاص، ده بداية اول حاجة عشان نعرف يعني ايه ضوء وظل. هل كل الاجسام كده؟ ايوه كل الاجسام كده، بيبقى فيه منطقة زي دي اللي هي نسميها الهايلايت او الاضاءة المرتفعة. المنطقة دي اسمها الاضاءة المرتفعة. هنا اللي بعدها على طول اضاءة متوسطة، بعدين المنطقة دي الاضاءة اللي هنا الظل القوي، بعدين ظل متوسط، بعدين انعكاس الضوء. انعكاس الضوء يعني هنا ده الهايلايت، او خلينا نسميه ضوء القوي، الضوء القوي. هنا ضوء متوسط، بعدين هنا ظل غامق. انا مش عارف المسميات بالعربي بس احاول. هنا ظل متوسط، وبعدين هنا انعكاس الضوء. نرجع تاني نبص عليها كده، يبقى هنا اكتر نقطة بيبقى فيها الاضاءة، بعدين هنا الميد تون او الضوء المتوسط، بعدين هنا الظل الغامق، بعدين ظل متوسط وراه، بعدين انعكاس الضوء في الحتة دي، وده الظل اللي هو بيسموه الكاست شادو، اللي هو ده المنطقة دي او الظل، يعني هو اسمه كاست شادو او الظل للشكل، يعني ظل الشكل نفسه. ماشي، اتفقنا؟ يبقى ده التقسيمة بتاعت اي شكل. طبعا ده كان فلات زي ما اتفقنا، وهنا تحول بقى 3D، يبقى الجسم بقى 3D من بعد ما كان فلات. تمام، ده مبدئيا دي اول حاجة. طيب عايزين نعمل دلوقتي حاجة مهمة جدا، لما اجي ارسم شكل، هل الشكل ده معقولة بيكون ملوش انحناءات؟ طب اعرف ازاي ان الكوره دي ليها انحناء؟ اعرف اتجاه الانحناء ده صح ولا لا ازاي؟ تعال نرجع للشكل الفلات كده ونحاول نعمل له حاجه كده، هوريها لكم على الشكل الفلات نفسه. تعالوا نحبر الاول الشكل الفلات اهو، يعني دي حدود الدايره، حدود الدايره هي اللي كانت فلات الاول، وعايزين نحولها من انها فلات كده لحاجه تبان ان هي فعلا كيرف او هي كروي. عشان نعمل ده في حاجه اسمها كونتور. كونتور، الكونتور ده البنات يعرفوه قوي، اللي هو محدد يعني. فنفترض ان انا عايز اخلي الدايره مثلا اتجاهها من هنا، شايفين؟ كانك ترسم تفاحه مثلا يعني. ونبدا نكبر الكونتور من هنا، أبدأ أكبر ده. شايف؟ نبدأ نكبر كده.
نبدأ نكبر الدايرة كل شوية، أهو أهو نكبر الدايرة وهكذا. شايف الشكل؟ ادالك انطباع انه يعني هياخد الكيرف، يعني هياخد كيرف. طيب لو جينا ناخد بقى من الكونتور ده الجوانب بقى، اهو الجوانب اهو، ننزل كده اهو، ننزل كده ايوه، وناخد من هنا، ناخد من هنا اداني انطباع ايه؟ شكل كروي، كأنك كورة، رسمت كورة من الفلات. الحتة العالية جدا ظهر لك الشكل، المنطقة دي هي أعلى منطقة، كأن دي الكورة وده كأن ده الجزء السفلي من الكورة. بعتذر عن الإزعاج اللي حواليا، ولكن حظي بقى النهاردة حد بيعمل صيانة يعني. فشايفين الشكل بقى ادالك ان الجسم مجسم، يعني ما ينفعش ابقى برسم وانسى الحته دي، ان انا احول الصوره من فلات ل3D. ما حولتهاش كده يبقى انا مش هعرف ارسم. عرفت اعمل الحركه دي يبقى انا كده مستعد ان انا فعلا ارسم، ويبقى عندي خيال ان انا ازاي احول اي شكل قدامي لشكل مجسم، ليه شكل خارج عن الورقة. وده مش المطلوب، ان انت ترسم حاجة تبقى ملاصقة للورقة. طيب بند تاني بقى عشان نعرفه، والشيء بالشيء يذكر، طالما بنتكلم على الضوء والظل مهم جدا افهم ان الضوء والظل دي حاجة مدروسة. يعني بص عندك الضوء عامل ايه، ساقط على ايدي، الاضاءة ساقطة على اليد، وفي ظلال تحتها، شايفين الضوء، اليد هنا كده درجة الزاوية بتاعت اليد زيرو. لو حركتها 10% أو 10 درجات هتلاقوا بقى في ضوء وظل أكتر. هتلاقوا إن هنا الضوء اللي ساقط على اليد غير مكان الضوء اللي ساقط على اليد وأنا إيدي عاملة كده. إيدي وهي زيرو ديجري أو درجة الصفر كان 100% الإضاءة ساقطة على اليد. ملاحظين 100% الإضاءة ساقطة على اليد. لما حركتها 10 درجات بقت درجة الإضاءة اللي ساقطة على اليد قد إيه تقريبا؟ تتوقعوا كام؟ ها كل واحد في دماغه كده بيقول كام؟ 98%. يعني ال 10 درجات اللي أنا لفيتهم نزل درجتين إضاءة. سوري. لو أنا حركت 10 كمان يعني 20 درجة بقى كام؟ تخيلوا كام؟ 96%. 30 ها بقت 92%. 40 ها بقت 90%. 50 درجة بقت كام تخيلوا؟ 89، لغاية ما نوصل ل 90 درجة. شايفين أنا كانت الإيد مسطحة زيرو، وقفت الإيد 90 درجة. تتوقعوا الإضاءة اللي ساقطة هنا قد إيه دلوقتي؟ حد دلوقتي انا سامعه بيقول زيرو، ان درجه الضوء اللي ساقط على الجسم هنا زيرو. لا غلط، الاضاءه كده 100%. الاضاءه لما انت تبقى 90% حاجب الضوء خالص بتبقى درجه الاضاءه الساقطه على الجسم 45%. يعني لازم لازم هيكون في اضاءه موجوده مهما كانت الصوره معتمه. شايفين اليد اهي 90%، شايفين هنا اضاءه، هنا اضاءه، وهنا ظل، هنا ظلال، هنا ظلال. طول ما احنا ماشيين ضوء ضوء وظل، رغم ان انا حاجب الضوء تماما عن اليد، يبقى مفيش حاجه اسمها مفيش صوره بس فلات، او صوره تبقى ضوء بدون ظل. لازم الصوره يبقى فيها ضوء وظل عشان تكون صوره غنيه وقويه، ونقدر نتكلم ان الصوره دي فعلا بايد واحد رسام، او قادر واحد بيحب المجال الرسم او الفن. طيب ايه الحاجة اللي نعملها تاني؟ هنجرب مع بعض جسم تاني بدل الجسم الكروي عشان يبقى طبقنا على شكل كمان، وبعد كده يبقى احنا ان شاء الله هنجهز نفسنا بإذن الله المرحلة الجاية ازاي نرسم،
نبدأ نحط بجد رسمة حقيقية ونرسمها على سطح السطح اللي احنا عملناه قبل كده، الكانفاس اللي احنا عملناه قبل كده. تعالوا ناخد شكل تاني، ولا نفترض الشكل المكعب اللي كلنا عارفينه لما نعمل كيوب، كيوب بالشكل ده اهو، وننزل مربع اهو، عارفين المربع؟ عملنا مربع، تمام. المربع ده نعمله مجسم، ما يبقاش فلات، يعني ليه بعد، شايفين؟ هنعمل له بعد كده اهو، نعمل له بعد، نسقط من هنا برضو، شايفين الجسم عامل ازاي؟ شكل عادي خالص، ما فيش فيه حاجة يعني بالمرة اهو، يعني الناس التصوير اتمنى يكون واضح ليهم. طبعا الشكل اهو قدامكم، نحاول نشيل الزيادات عشان الصورة تكون نظيفة. حق الجار على الجار، نستحمل الازعاج مش مشكلة، وبعتذر لكم تاني. طيب الجسم ده احوله ازاي مجسم؟ واتفقنا الاضاءه ساقطه منين؟ من الاتجاه ده، يعني الاضاءه برضو اهي نفس الاتجاه، دايما ما نغفلش اتجاه الضوء، اتجاه الضوء جاي كده، اوعى نغفل ابدا اتجاه الضوء. اتفقنا ازاي نطلع الظل؟ نقول ان الضوء ساقط من الاتجاه ده، يعني هيبقى ماشي كده او على الجسم اهو، ودي الارضيه، تمام. يبقى اخر الظل هيبقى اخر اتجاه الضوء، يعني انا شكل الظل بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى مكعب. فاكرين لما حطيت ده الجسم ده نازل الظل ايه؟ مكعب. لو عملنا كده اهو، الظل نازل مستطيل، نفس شكل الايه؟ الجسم اللي موجود في مقابل الضوء. طيب يبقى انا دلوقتي هرسم برضو اثر للمكعب اهو، ماشي كده اهو، يبقى انا المكعب هيبقى الجزء اللي تحت ده، ده الظل بتاعنا اهو، واخر الظل طبعا زي ما اتفقنا مش هيبقى ليه اثر قوي اهو. طيب بذكائكم بقى والتجربه اللي احنا جربناها مع بعض، الضوء ساقط من هنا، يبقى الاضاءه العاليه جدا فين؟ مظبوط، الجزء اللي فوق ده، ده أكتر مكان هيبقى عليه إضاءة، أو ده الإضاءة 100% الجزء اللي فوق ده. طيب أكتر مكان مظلم هيبقى فين؟ ممتاز، اللي هو الجزء ده، ده أكتر مكان مظلم، يعني نيجي هنا ونظلل ده لأن ده أكتر مكان مظلم أهو. اتفقنا الضوء كده، يبقى المكان المقابل ليه أكثر إظلاما من الأماكن الأخرى، يبقى المكان ده هو إيه؟ الضلمة. اتفقنا، أوكي نكمل. يبقى ده خد ظل كامل، لأن ظل اتفقنا إن هو يبقى ظل إيه؟ 100%. حلو. طيب المكان اللي الظل بتاعه اقل شويه فين؟ ايوه هو ده، نمشي كده، يبقى ده المكان اللي الظل بتاعه اقل من الباقي. في انعكاس للارض؟ ايوه بيبقى في انعكاس، كويس ان انتوا قلتوا الكلمه دي، يبقى السطح كله مش هيبقى نفس الإظلام، يعني المكان اللي عند الضوء اهو لفوق الضلمة فيه مش عارف بقى، مش هنعرف نقول لحد يبطل، رغم ان المفروض الساعة 7 ممنوع حد يعمل أي حاجة ويركب أي حاجة، بس واضح ان ده حد يعني مش فاهم في الأصول يعني. طيب تمام اتفقنا، يبقى أنا المنطقة دي أكتر مكان مظلم
اتفقنا؟ يبقى ده اكتر مكان مظلم، ده المكان اللي اضاءته متوسطة، والمنطقة اللي تحت دي شايفين ايه اللي حاصل بقى؟ قلنا الظلال القريبة من الجسم دايما هي التلاقي اللي بينهم بيبقى الظل 100%، شايفين نقطة التلاقي، وبعد كده الظل يبدأ يخف 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 لغاية ما نبعد خالص وما يبقاش فيه أثر للظل، شايفين؟ أهو يبقى الظل يبدأ يزيد قوي من نقطة التلاقي بينه وبين المسطح، أهو المنطقة دي أسود جدا أهو، ونقطة التلاقي أهي، شايفين؟ الظل يكون فيها قوي جدا، بعد كده يبدأ يقل 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 لغاية ما نبعد خالص، لغاية ما يبعد عن الجسم، يبقى كده لغاية ما نوصل للنقطة، شايفين الظل يبدأ يقل يقل لغاية ما نبعد خالص عن المجسم. هنا بيبقى فيه إضاءة 100%، ممكن عايز يعني نعمل أثر خفيف بالقلم، بس أنا بفضل إن هو لأن ده مجسم فلازم يكون إضاءته قوية 100%. شايفين الكيوب بعد ما كان جسمه عادي بدأنا نعمل عليه شغل إن إحنا نوصله إن هو يبقى مجسم بشكل قوي. تعالى نسيح الألوان عشان نشوف شكلها يبقى مريح للعين، أهو بتاعة الودان، سلكة الودان خلاص، نسيح الألوان أهي، شايفين؟ نخلي اللون الكيوب بقى مجسم وشكله حلو جدا اهو، شايف كأنه هيطلع من على الورقة. يبقى المجسم نطلعه لان احنا فهمنا ان الاضاءة لما تكون ساقطة الجزء اللي فوق ده اكتر مكان هتقع عليه الاضاءة زي ما اتفقنا. هنا المنطقة اللي تحت الاضاءة تنعكس خفيف جدا نتيجة لإيه؟ لانعكاس الأرض. لو الأرض معتمة مش هتلاقي انعكاس، هيبقى انعكاس خفيف جدا أهو، ويبدأ يدي الظلال بتاعته في نفس اتجاه الضوء بالشكل ده. فهمنا الوضع إزاي؟ مهم جدا إن إحنا نفهم ده. طب تعال نعمل كونتور كده للمجسم ده، سهل جدا لو مجسم حتى قدامنا نعمل كونتور يبين لنا التقسيمة بتاعته. يعني اهو تعال نشوف، اهو تلاقي خط عامل كده، اهو الكونتور عامل ازاي، اهو خط وماشي كده، بس انا مش هو مش باين قوي عشان هو نفس الدرجة، اهو شايفين الكونتور ده بيبين لك قد ايه الشكل له بعد، شايفين لما عملنا كونتور، شايفين ده لك بعد للصورة، بدل ما كانت فلات برضو الصورة بقت مجسمة، وضحت الصورة؟ طيب ده الشكل بتاعنا، واتفقنا ان اعلى منطقة للإضاءة فين اللي هي المنطقة دي، المنطقة التانية اللي اكثر غمقان اللي هي المنطقة دي، الميد تون او الاضاءة المتوسطة هنا، الظلال او كاست شادو اهي موجودة هنا، انعكاس الضوء الجزء اللي تحت اللي هو قريب من الارض. يبقى ده الشكل الثاني لما نكون عايزين نعمل ونعرف يعني ايه انعكاس للضوء، ويعني ايه المنطقة اللي بيبقى فيها اضاءة قوية، وفين الميد تون، كل الحاجات دي مهمة. يبقى احنا الاساسي بتاعنا لما نيجي نعمل اي صورة لازم نجهز زي ما اتفقنا القلم الرصاص بتاعنا او القلم الفحم لو هنرسم على كانفاس، او نجهز قلم، لحظة كده اشوف القلم واوريكم شكله ايه، قلم خاص بالرسم على الكانفاس. هو هنجيب قلم زي ده، قلم بني اهو لونه بني، ويا ريت يعني ايه الفيبر كاستل، دايما الفيبر كاستل بحب استخدم الخامه بتاعته، خامته محترمه حتى
الستيدلر ده ممتاز، حاجة ألماني ممتازة. دي طبعا دي جمة أو أستيكة أو ممحاة بفرشة، سعرها رخيص برضو. لو عايز مثلا تدي أي رتوش أو عايز تدي تمسح إضاءة أو تعمل أي مؤثرات، ده حلوة. نقدر نستخدم ده. لو ما عندكش قلم طويل أو الأقلام اللي عندك خلصانة، تقدر تجيب الهولدر بتاع الأقلام اللي زي كده، على أساس وأنت شغال إيدك تبقى حرة في الرسم، وبالتالي تقدر تجيب الوعد كويس للرسم. الحاجة التانية المهمة قوي نعرفها، إن على قد ما يبقى فيه ضوء لازم يبقى فيه ظل. نبقى مهتمين جدا بالسطح اللي احنا بنشتغل عليه، لأن ما فيش سطح ما بيعكسش. يعني لو مش معتم تماما 100%، يبقى دي في الحالة دي الحالة الوحيدة إن السطح مش هيعكس. طبعا دي برضو إيه نقطة نبقى عاملين حسابها، عشان لما نيجي نرسم لوحة يبقى عندنا الخيال كامل للوحة، مفيش لوحة مصمتة. اللوحات المصمتة دايما بتبقى ملهاش شكل خالص. يبقى احنا يا ريت الشكل اللي احنا رسمناه ده نطبقه مع بعض ان شاء الله، ويا ريت تبعتولي على الصفحة اي كومنتات، وروني شغلكم ازاي. خلونا نفرح معاكم ونشوف مجهودكم وقد ايه انتم مهتمين وبتشتغلوا. الحاجة التانية ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان نقدر نعمل حلقات ونستمر بدعمكم دايما، والكلام اللي بتبعتوه الحلو دايما ده بيساعدنا ان احنا نقدر نكمل. الحاجة المهمة قوي، يا ريت لو تكرمت تعمل لايك للفيديو لو عجبك، واشوفك ان شاء الله الحلقة الجاية مش بعيد وقريب قوي. هنعمل الحلقة التانية، الحلقة الجاية هنجهز الكانفاس زي ما اتفقنا، هنرسم عليها زي ما عملنا النهاردة عشان نجهز الرسمة دي ان احنا نرسم عليها بالالوان الزيتيه. فهنجهز بالمره الجايه بالكانفاس بتاعنا والقلم اللي احنا اتفقنا عليه ده، او قلم حبر. ليه بنقول سوري قلم فحم؟ الفحم طبعا لان لما برسم عليه بالزيت بيروح غير الرصاص بيتبهدل، اما اللون الالوان زي كده برضو دي لما برسم بيها بتندمج مع الالوان الزيتيه، فما بتديش سواد ولا بتاثر في اللون. ان شاء الله يكون الدرس افادكم، وان شاء الله أشوفكم في الدرس القادم، ومع السلامة.